بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نكمل اللي احنا ابتديناه قبل كده، وبندخل في المحاضرة التانية في موضوع الانترودكشن بتاع الاناتومي، وهنبتدي بحتة كيس سيناريو سريعة كده، وهنفهم الابلاي بتاعتها. A 65-year-old woman refer to your clinic with low back pain. واحدة جاية بألم في ظهرها. On a fall on her outstretched hand. وقعت على ايديها. She developed fractures in the bones of the forearm. حصل لها fracture في البون بتاع الفورارم. يا ترى ليه؟ تعال نشوف موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة. موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة هنقسمها لثلاث أجزاء. هنتكلم على المسكولوسكيليتال سيستم، عايزين نتكلم على البونز، وعايزين نتكلم على الجوينتس، وعايزين نتكلم على الماسلز. لو ابتدينا على البونز، وعايزين يبقى هنقسمها لخمس أجزاء. أول حاجة البونز بتاعتنا بنقسمها according to their position within the body. بنقسم العظم according لمكانه في الجسم. العظم إما يكون موجود في الأكزيال سكيلتون أو أبنديكولار. أكزيال يعني ترانك، جزع. أبنديكولار جاي من كلمة أبندكس، الأطراف. يبقى عندنا السكيلتون بتاعنا عندي أكزيال سكيلتون وعندي أبنديكولار سكيلتون. اللي باللون البرتقالي ده هو الأكزيال سكيلتون، واللي باللون الاصفر ده هو الابنديكولار سكيلتون. ابنديكولار سكيلتون يعني سكيلتون بتاعت الابر ليم واللور ليم. ابر ليم اللي هو الطرف العلوي، واللور ليم بتاع الطرف السفلي. اما الاكزيال سكيلتون بيشمل عظمه السكال والمانجيبل، بيشمل الريبس اللي هو الضلوع، بيشمل الاسترنم اللي هي القص، بيشمل الفيرتبرال كورد. يبقى عندي السكال والمانجيبول ده اكزيال سكيلتون، استرنام والريبس الفيرتبرال كور، يبقى دول اكزيال سكيلتون. لا بنجي كده السكيلتون بتاعي هو الابر ليمب واللور ليمب. يبقى اول تقسيمه من تقسيمات العظم according to their position in the body. تاني تقسيمه البونز according to structure، تركيبه البون. البون نقدر نقسمه لجزئين، compact bone و spongy bone. compact bone و spongy bone. compact bone و spongy bone يعني ايه compact bone؟ heavy and dense bone، عاملة زي قشرة البيت، حاجة صلبة موجودة عندي. يعني spongy bone أو cancellous bone، حاجة عاملة زي الشبكة، a network of trabeculae. شايفين الترابيكلي دي؟ دي اسمها spongy bone أو cancellous bone. شايفين القشرة اللي موجودة بره ده؟ اسمها compact bone. عامل بالظبط زي الآيس كريم أو زي البيضة، القشرة الخارجية اسمها compact bone، اللي موجود جوه اسمه spongy bone أو cancellous bone. على فكرة ده حل المعضلة اللي احنا ابتدينا بيه، اللي هو المحاضرة بتاعتنا، لما قلنا واحدة كان جاية بألم ممكن ما يبقاش جاية بأي وجع خالص، مرة واحدة، واحدة كبيرة وقعت على ايديها اتكسرت، وقعت على الهيبون اتكسرت. ليه؟ علشان في ديزيز افكت، ديزيز افكتس اللي هو السبونجي بون، اسمه اوستيوبروزيس. اوستيوبروزيس، اوستيوبروزيس اتس ديزيز اوف سبونجي بون. البون ترابيكلي دي بتبتدي كويس تتاكل، في اي تحميل كويس تلاقي راح الواحد مكسور، بس واحد وقع اتكسر، ممكن يكون واحد واقف يتكسر يروح وقع. يبقى ده حل المعضله بتاعتنا. كويس، سبونجي بون كويس، في ديزيز مشهور اسمه اوستيوبروز، هشاشه العظام. يبقى احنا جاوبنا اول معضله عندنا، تقسيمه البونز according to site and structure. طب تعالوا نشوف البونز according to shape. بنقدر نقسم البون according to shape لست انواع: لونج بون، A short bone، عندنا flat bone، irregular bone، sesamoid bone،
نيوماتيك بون. يبقى عندنا 6 أنواع من العظم according to shape. أول نوع اللي هو اللونج بون، العظم الطويل، اللي هو معظم العظم بتاع الأبر لمب واللور لمب لونج بون. يبقى البونز بتاعت الأبر واللور لمب ده بنسميها معظمها مش كلهم طبعا لونج بون. يبقى اللونج بونز موجودين في الأبر واللور. لو أنا جاي ببص على الاستراكشر بتاع اللونج بون، لو واحد يقول لك إيه يعني إيه كلمة لونج بون؟ يعني ليها تو إندز وشافت. تو إندز يعني طرفين، وشافت يعني ساق. أساميهم العلمية الصعبة كلمة إبيفيزس ودايافيزس. فيزس كده ده مقطع، يعني كلمة جراث يعني نمو، إبي يعني ناحية النمو، يبقى إبيفيزس أطراف النمو، دايا يعني داخلي، فيزس يعني جراث، دايافيزس internal growth. يبقى عندنا هنا كلمة إبيفيزس يعني الأطراف، ودايافيزس يعني اللي هو الساق أو الشاف. علشان نفهم اللعبة دي كويس لازم نرجع لأصل العظمة. أصل اللونج بون عبارة عن كارتليج، هاي لاين كارتليج. بتبتدي العظمة بيظهر فيها حاجة اسمها أوسيفيكيشن سنتر، اللي بيظهر وإحنا لسه أجينا جوه في بطن أمهاتنا، اسمها برايمري اوسيفيكيشن سنتر. البرايمري اوسيفيكيشن سنتر ده بينجح يحول الشافت انتو بون، فبطلق على الشافت كلمة دايافيزيس. يبقى البرايمري اوسيفيكيشن سنتر نجح يحول الشافت انتو بون فاطلقت عليه كلمة دايافيزيس. بيبتدي بعد كده بيظهر افتر بيرث اوسيفيكيشن سنترز موجودة على الاطراف، بطلق عليه كلمة secondary ossification center، بتحول الأطراف into bones، يبقى الأطراف بقى اسمها epiphysis. يبقى أنا عندي الشافت بقى اسمه diaphysis، والإنس بتاعتي بقى اسمها epiphysis، وبيفضل عندي جزء موجود بين الديافيزيس والإبيفيزيس، وده هايلاين كارتليج، ومنه بتطول العظمة، واطلق عليه كلمة ابيفيزيال بليت. يبقى عندي اسمه ايه؟ ابيفيزيال بليت. يبقى لو انا كنت جاي ببص على العظمة طرفين اسمها ابيفيزيس، وساق اسمه دايافيزيس، والجزء بتاعت الهايلاين كارتليج اللي موجود بين الابيفيزيس والدايافيزيس اللي منه بتطول العظمة اسمه ابي فيزيال بليت. هتقعد العظم تنمو 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 عن طريقه لغايه ما الابي فيزيال بليت ده في يوم من الايام هيختفي، وساعتها كويس هتبقى العظمه مش هتنمو خالص. يبقى عندي تركيبه العظمه اسمها ابي فيزيس، واللي موجود في الوسط يبقى اسمه دايافيزيس. ابي فيزيس اللي هو طرف العظم ده عباره عن ايه؟ من جوه سبونجي بون، وكفرد باي كويس كومباكت بون، وبلاقي في حته كارتليج برضك بتبقى موجوده على الاطراف زي الكارتليج اللي فضلت هنا دي اللي هو الارتيكولار كارتليج. يبقى الاند بتاعت العظمه او الابيفيسس تركيبتها عباره عن ايه؟ سبونجي بون كفرد باي كومباكت بون، وكل الكلام ده الارتيكولار سيرفيس كفرد ويز هايلاين كارتليج. طب الشيفت بتاعي عباره عن ايه؟ كومباكت بون، جوه مفيش سبونجي بون، أمال جوه في إيه؟ في اسم ميدلري كانال أو ميدلري كافيتي، ومن بره بلاقي في ممبرين عامل كفرنج اسمه بيري أوستيام. بيري يعني حول أوستيام يعني عظام. يبقى عندي هنا كومباكت بون، سبونجي بون، هايلاين كارتليج، ده اسمه إيه؟ ميتافيزيس. الميتافيزيس فيه 3 حاجات، كومباكت بون من جوه ميدلري كافيتي، ومن بره في ممبرين اسمه بيري أوستيام. في مصطلح غريب جدا لازم نعرفه اسمه ميتافيزيس. ميتا يعني افتر. طب كلمة ميتافيزيس يعني ايه؟ افتر جروث يعني جنب الابيفيزيال بلاي. الله، ده جزء جديد من العظمة؟ لا، هو جزء من الديافيزيس بس اللي موجود نير الابيفيزيال بلاي، بطلق عليه كلمة ميتافيزيس. بيتميز ايه؟ دي الاريا اكتيف اريا اوف بون جروث. يبقى الميتافيزيس ده مش جزء جديد، ده جزء من الديافيزيس
نير الإبيفيزيال بالبيت، بطلق عليه كلمة إيه؟ كويس، بطلق عليه كلمة ميتافيزيس دي أكتف أريا أوف كولاس. يبقى لو أنا كنت جاي ببص كده على النمو بتاعة العظمة، النمو بتاعة العظمة بتاعتي باختصار كويس يبقى من حتتين، الإبيفيزيال بليت ده بيطول العظمة، العظمة بتطول عن طريق الإبيفيزيال بليت، أما الويدث بتاعة العظمة كويس بيبقى عن طريق البيري أوستيام، يبقى عن طريق البيري أوستيام. يبقى عندي هنا يبقى دي ترقيق اللي هو الجروث بتاعت العظمة، يبقى الطول عن طريق الإبيفيزيال بليت والجيرس بتاعتي أو الويدث بتاعي عن طريق البيري أوستيام. طيب لازلنا في التايبس بتاعت البون، أول تايب قلنا لونج بون، تاني تايب شورت بون. شورت بون ده عظم ملوش شافت، يعني كومباكت بون عامل كفرنج للسبونجي بون، مفيش شافت موجود عندي، زي الكاربال بونز، العظم بتاعت الأبر اسمها كاربال بون، أو العظم بتاعت اللور اسمه تارسال بونز. يبقى عندنا ده اسمه شورت بون، يبقى الكاربال بونز والتارسال بونز يبقى دي تاني نوع من انواع العظم اسمه شورت بون. تالت نوع من انواع العظم according to shape الريجولار بون. الريجولار بون ما هو الا شورت بون بس ليه ماني بروسيسز، عظمة ليها ماني بروسيسز يبقى اسمها الريجولار بون، برضك طبقة من الكومباكت بون عاملة كفرنج للسبونج بون، يبقى دي اسمها irregular bone. أشهر إكزامبل عندي في البادي اللي هو الفيرتبري. النوع الرابع من أنواع العظمة اللي هو الفلات بون. فلات بون، الفلات بون مشهورة أو كلمة S الأولانية sternum، S التانية scapula، الS التالتة اللي هي السكال بالإضافة للريبس. أشهر إكزامبلز الفلات بون، يبقى الفلات بون أشهر إكزامبل SSS سترنا سكال ويس سكابيولا معهم الريبس. ما هي اللي هو الفلات بون؟ هو عاملة زي الاسكالوباني بالظبط، زي البوفتيك بالظبط، تو لايرز اوف كومباكت بون اند ان بتوين سبونجي بون، بس عندنا هنا عاملين زي ما نكون جبنا حتة بوفتيك، يعني حتة مفرودة قوي. يبقى two thin plates of compact bone in between بلاقي عندي spongy bone. في عظمة السكال بتختلف الأسامي شوية كويس، لأن الكلام ده مهم ليه applied في الكلينيكال. الطبقتين بسميها outer و inner tables، يبقى طبقتين outer و inner tables and in between المنطقة السبونجي بسميها دبلوي. يعني ايه كلمة دبلوي؟ يعني دبل. يبقى هنا كويس، يبقى في السكال الفلات بون ديها اكسبريشنز غريبة شوية، يبقى عندنا هنا outer inner table و in between دبلوي. في بعض الأمراض الهيموليتك ديزيز اللي بتصنع دم كتير قوي قوي قوي، فتلاقي الدبلوي بتاعتي تكبر وتبقى ليها صورة في الأشعة. يا ترى الفلات بون ربنا خلقه ليه؟ نمرة واحد عشان يعمل بروتكشن، اتنين بيدي ماسكولار اتاتشمنت، يبقى عندنا الفانكشنز بتاعت الفلات بون بروتكشن وماسكولار اتاتشمنت. يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا اربع انواع، لونج بون، وخدنا شورت بون، خدنا الريجولار بون، خدنا فلات بون. النوع الخامس اسمه نيوماتيك. نيوماتيك هوائي، ده عباره عن ايه؟ طبقتين من الكومباكت بون وان بتوين حصل ريزوربشن للترابيكلي، كويس بقى طبقتين وما بينهم بقى فراغ، والفراغ ده لايند ويز ميوكاس ميمبرين. دي بتبقى موجوده حوالين النوز فبتعمل الجيوب الانفيه، عشان كده العظم ده اللي موجود حوالين النوز كويس وعباره عن زي ما قلت لكم طبقتين من البون وان بتوين الاقي فراغ ولايند ويز ميوكاس ميمبرين اسميها اير ساينسز او بارانيزال اير ساينسز. بارا يعني بجوار، نيزل يعني مناخير، ساينسز يعني جيوب الانفي. يبقى عندي بارانيزال اير ساينسز، يبقى عندي بارانيزال اير ساينسز فرونتال وماكسيلاري اثمويد سفينويد اند سو اون. طب نوعيه العظم ده ربنا خلقه ليه؟ نمره واحد
علشان decrease the weight of the skull. اتنين بتديني resonance of voice. تلاتة بتعمل لي warm of inspired air. ازاي؟ ان هي mucous membrane very rich in blood supply. يبقى عندنا ان الفانكشن اوف نيوماتيك بون تقلل وزن عظمة الاسكال، تديني ريزونانس للفويس، وتعمل وورم اوف انسبايرد اير. النوع السادس والاخير اسمه ساساموييد بون. اويد يعني يشبه، ساسه يعني سمسم. دي عباره عن بون ديفلوبد في التندون بتاع العضله. التندون بتاعت العضله جزء منها حصل فيها اوسيفيكيشن، كويس، فبقى اسمها ساساموييد بون. النوع ده بيحصل نتيجه ايه؟ بلاقي عندي التندون موجود، التندون ده قاعد بيعمل فراكشن، بيعمل احتكاك كويس مع العظم اللي موجود تحتيه. ربنا عشان يقلل الاحتكاك يعمل ايه؟ يخلي جزء من التندون يتحول انتو بون، بقى بون اوبوزيت بون. ما هو بون اوبوزيت بون يبقى اسمها جوينز. يبقى عندنا هنا يبقى السيسامويد بون اللي ربنا خلقها دي علشان يقلل الفراكشن، عظمه بين مع عظمه ثانيه كونتاكت بين تو بونز اسمه جوينز. حتى لك سينوفيال ممبرين بقى وسكريشن اند سو اون. اشهر اكزامبل الباتيلا. الباتيلا دي كويس عظم اسمها عظمة الصابونة، ديفلوبد في التندون بتاع عضلة مشهورة قوي اسمها كوادري سيبسيفيروس. يبقى عندنا هنا يبقى ده سادس واخر نوع عندي كويس من التايبس بتاعت البونز. يبقى احنا خدنا البونز according to site according to structure، خدنا البونز according to shape. تعالوا نشوف حتة مهمة وليها apply الـ blood supply of long bones. الـ blood supply بتاع long bone يا إما الـ blood supply يدخل عن طريق nutrient forming، وده الـ main blood supply اسمه nutrient artery، أو الـ supply الحتة بتاعت الـ epiphysis يبقى epiphyseal blood supply، أو الـ supply الحتة بتاعت الـ metaphysis اسمه metaphyseal blood supply، أو عن طريق البيري أوستيام بيري أوستيام بلاس أبلاي. يبقى عندنا بلاس أبلاي أربع حاجات، عندي نيوترانت فورمين، عندي بيري أوستيال، عندي ميتافيزيال، عندي إيبي فيزيال بلاس أبلاي. بينبع من الموضوع ده كلمة نيوترانت فورمين. إيه نيوترانت فورمين؟ قلنا الفورمين اللي بيدخل عن طريق النيوترانت أرتري. نيوترانت فورمين ده عشان نفهم كويس المصطلحات بتاعته، تعالوا نشوف كده الدنيا عامله ازاي. ده كان حته هيران كارتليج، ظهر لي البرايمري اوسيفيكيشن سنتر، عملت الدايافيزس. بعد كده ابتدت تظهر لي السكندري اوسيفيكيشن سنتر، عملت دي الابيفيزس، وفضل عندي ابيفيزيال بليت، العظمه بتنمو من الاثنين ابيفيزيال بليت. وبعدين يحصل حاجه غريبه جدا. يحصل ايه؟ يحصل ان واحد من الابيفيزيال بليت ده بيقفل قبل التاني. يبقى لو الابيفيزيال بليد ده كويس هيقفل قبل التاني كويس بسنه او سنتين، ايه اللي هيحصل؟ يبقى العظمه هتنمو من الاذر ابيفيزيال بليد. يبقى العظمه تنمو من الاذر ابيفيزيال بليد، فسمي الحته دي جروينج اند اوف ذا بون. يبقى العظمه في واحده من الابيفيزيال بليد بيفضل اكتر من التاني، ده اسميها جروينج اند اوف ذا بون. ايه الاكسبلانيشنز كويس ان في ابيفيزيال بليد بينمو كويس او بيقفل قبل الثاني؟ بيقولوا ان النيوترانت ارتري ده بيدخل الاول ترانزفيرس، وبعدين اسم انتو اسمي والسنك برانش، وبعد شويه بياخد اوبليكتش يعني بيبقى اوبليك كده، يبقى داخل اوبليك، فبيرمي الدم ناحيه، فالناحيه دي يقول لك بيوصل لها دم كتير، بيوصل لها مواد اسمنتيه كتيره وطوب ومش عارف ايه بتاع، فبتقفل بدري، فالعظمه بتنمو من الاوبزيت سايد. اللي يعنينا في هذا الكلام ايا كان الاكسبلانيشن كويس ان النيوترانت ارتري الدايركشن بتاعه اواي من الجروينج اند. يبقى خدوا بالك، يبقى الدايركشن بتاع النيوترانت ارتري اواي من الجروينج اند. لو الدايركشن بتاعه فوق يبقى الجروينج اند تحت، لانه هيرمي ده من فوق هيقفل الحته اللي فوق، هتفضل الحته اللي تحت كويس بتنمو منها العظمه. يبقى ده اسمه الجروينج اند اوف ذا بون. خد بالك الدايركشن بتاعت النيوترانت فورامين في عباره تقول لك تو البو اي جو فروم ني اي فلي. يبقى تو البو اي جو، يبقى الدايركشن بتاعت النيوترانت فورامين في عظمه الهيومرس
تقعد الترجس والالنا كلهم رايحين ناحيه القلب. يبقى الجروينج اند بالعكس، يبقى الجروينج اند اللي موجود عندي هنا كويس في الابر لم، الابر اند بتاعت الهيومرس، اللور اند بتاعت الترجس والالنا. هنا فروم ني اي فري، يبقى الجروينج اند عكس النيوترال فورمن، يبقى الجروينج اند حوالين القلب جوينت، اللور اند بتاعت الفيمر، الابر اند بتاعت التيبيا والفيبريلا. بقى الحته الاخرانيه البون سيرفيسز اللي موجود عندي بون لاند مارك، ودي مش هثبت عليها كتير، هي عباره عن بروجكشن موجوده. دي هتلاقي طول ما احنا ماشيين هنتعلم المصطلحات الغريبه كويس اللي موجوده عندي، تيوبيركل، تيوبروسيت، روكانتر كويس، هيد كوندايل، ايبيكوندايل، فاسيت ريماس كويس، فورم ميتاس، كل الكلام ده هنتعلمه واحنا ماشيين اناتومي. ف don't burden your mind دلوقتي بحفظ الاسامي دي ولا الديفينيشن بتاعتها، مع الوقت كويس هتبقى واحنا بناخد تفاصيل الاناتومي هنحفظ هذه المصطلحات وهنتعود عليها ان شاء الله. تعال نعمل تيست تو اور سيلف. The carpal bones are examples of، يبقى دي كانت example of ايه؟ short bone. Sternum is an example of sternum SSS اللي هي flat bones. تعالى ناخد home message، يعني تركيبة ال structure بتاعت ال long bone. Two ends اسمهم epiphysis، shaft يبقى اسمه diaphysis. فاكرين ال types بتاعت ال bone؟ مش حاططهم كلهم، long و short و flat و irregular. حد يفتكر ايه الاكزامبل اللي انا ما كتبتهاش؟ هايل، اللي هو النيوماتيك و سيسامي بونز. محاضرتنا متقسمة لثلاث مقاطع زي ما اتفقنا. المقطع التاني هنقلب على موضوع اسمه joints. تعالوا نبتديها بكيس سيناريو. A 16 year old player presents to AE with painful left shoulder. An examination and x-ray of the shoulder reveals dislocation خلع في shoulder joint. Why dislocation of shoulder joint was common؟ يبقى دي بعد نفهم هذا الموضوع. يا ترى joints احنا عايزين كويس نتكلم على ايه فيها؟ ايه يعني كلمة joints؟ meeting of two bones او اكتر طبعا، التقاء عظمتين في الحلال يسمي joints. الجوينتس بنقسمها لثلاث انواع، fibra joints، cartilaginous joints، synovial joints. يبقى عندنا ثلاث انواع. ايه fibra joints؟ عظمتين connected with fibrous tissue، مفيش cavity، مفيش movement، يبقى عظمتين الconnection بينهم fibrous tissue، نسيج ليفي، no joint cavity no movement. الفايبر جوين بنقسمها لثلاث انواع مشهوره، سندسموزس، سن يعني التصاق، ديسمو يعني غشاء. يبقى تو بونز ار كونكتد ويز ميمبرين، عظمتين بيبقوا كونكتد ويز ميمبرين اسميها سندسموزس. اول اكزامبل اتكتب عندنا في الجسم بتاعنا واشهر اكزامبل هو الانفيريور تيبيو فيبيولار جوينت، اللور اند بتاعت الفيبيولا والتبيا ار كونكتد ويز ميمبرين. يبقى الميمبرين ده بنسميه او الجوينت ده سندسموز، ده اشهر اكزامبل في السندسموز. تاني اكزامبل، تاني تايبس اوف سند اوف ذا فايبر جوينت يسموه جومفوزس. جومفوزس يعني الاوتاد. التيث بون طبعا هي موجوده بون خارجيه اكسترنال بون، دي اكزامبل من الاكسترنال بون عندنا كويس. احنا البون بتاعنا كلها داخليه كويس، يعني تحت الجلد كويس، لكن الجزء الوحيد من البونز الموجود عندنا اكسترنال بون، اكسترنال سكالتون اللي هو التيث. التيث بون، السكال بون، ما بينهم الاقي في ليجامنت اسمه بيري اودونتال ليجامنت. يبقى تو بونز كونكتد ويز فايبرس تيشو عاملين زي الاوتاد اسمها جومفوزس، يبقى سندسموزس، عظمتين ملزقين عن طريق غشاء، جومفوزس او تيب. النوع الثالث والاخير اسمه سوتشر او سن ارثروزس، سن يعني التصاق، ارثو ارثر ارثر يعني جوينتس، يعني
سوتشرز، السوتشرز بتاعت الاسكال، عظمتين ما بينهم في ليجامنت، سوتشر ليجامنت، يبقى الفيبرا جوينت سندسموزس جونفوزس كويس اند سين ارثروزس اور سوتشرز. تاني نوع من انواع الجوينتس اسمه كارتليج جوينتس، عظمتين كونكتد ويز كارتليج نو كافيتي نو اور ليمتد موفمنت، يبقى قريب جدا من الفايبرس، نو كافيتي نو اور ليمتد موفمنت، والعظمتين لو كونكتد بفايبرس تيشو اسميها فايبرس جوينت، لو كونكتد بكارتليج اسميه كارتليجينس جوينت. كارتليج جوينتس هنا بنقسمه ل تو ميجور تايبس، برايمري كارتليجينس والسكندري كارتليجينس. برايمري كارتليجينس تو بونز ار كونكتد ويز هايلاين كارتليج، يمكن يكون اشهر اكزامبل موجود عندي الابيفيزيال بليت، ما هو انا حولت دايفيزس وعملت ابيفيزس، فضل ما بينهم هايلاين كارتليج ابيفيزيال بليت، واحده يقول لي بس ده هيجي في وقت وهيختفي، يبقى البرايمري كارتليجنس يبقى تيمبوري. الله كويس. طيب الجوينز ده ربنا خلقه علشان ما فيش حركه، هو في حد بيشوف مثلا في الهيومرس في حركه، يبقى ده ربنا خلقه علشان الجراف، يبقى نو موفمنتس. يبقى البرايمري كارتليجنس هو عباره عن بليت اوف هايلاين كارتليج بتوين البونز، ما بيسمحش بحركة، في يوم من الأيام هيختفي، أشهر إكزامبل الإبيفيزيال بليت. طب السكندري كارتليجنس، لا هي عظمتين ما بينهم فايبرو كارتليج، أنا مش عايز الدنيا تتلخبط، إنما موجودة على الأطراف فيها هايلاين كارتليج بارتك أوي من حتة الهايلاين كارتليج دي علشان الدنيا ما تتلخبطش، يبقى تو بونز ار كونكتد ويز فايبرو كارتليج، بيسمح بليمتد موفمنت، اللي قبليه نو موفمنت، هنا ليمتد موفمنت. هنا العظمتين connected with hyaline cartilage، هنا العظمتين connected with fibro cartilage، no movement، هنا limited movement. إن كان الجوينت ده اللي موجود عندي، سوري على الكويس الخطأ المطبعي ده، إن كان الجوينت اللي موجود عندي ده كويس temporary، الجوينت ده كويس هيبقى بيرمننت، طول عمري هسمع عنه. اشهر اكزامبل الانترفيرتبرال ديسكس والسيمفيسز بيوبس، مش عارف برضك مره تانية خطا مطبعي، معلش انا متاسف خالص. يبقى عندنا هنا كويس، يبقى عندنا نوعين موجودين عندنا اللي موجودين انترفيرتبرال ديسك والسيمفيسز بيوبس، يبقى ده اللي هو السيمسيس بيوبس بين التو بيوبيك بوينت اللي موجودين عندي، يبقى ده تاني نوع من انواع الجوينت اللي هو الكارتليجنس جوينت. تالت نوع والاخير من انواع الجوينت اسمه ساينوفيال جوينت، ساينوفيال جوينت، سن يعني التصاق، اوفيال يعني بيضه، يبقى حاجه ملزقه جوه البيضه، بيض البيضه اللي هو الاكوايت اللي هو القلب من الزلال المفصل الزلالي. ايه تركيبه الساينوفيال جوينت؟ ارتكليتنج بون، البونز دول covered with hyaline cartilage، ال articulating surface covered with hyaline cartilage، يبقى دي أول حاجة. اتنين عندي كبسول بيربط ال articulating bone، ادي تاني حاجة. الكبسول مبطن من جوه بسينوفيال ميمبرين وسبورتد من بره بليجامنتس ومليان فلويد اسمه سينوفيال فلويد وبيسمح بحركة، يبقى ايه الكاركترستكس اوف سينوفيال جوينت؟ يبقى الـ articulating bone are covered with hyaline cartilage، عندي كبسول بيبطن من جوه lined with synovial membrane ومن بره supported with ligaments، جوه سائل اسمه synovial fluid ويسمح بحركة. في بعض الجوينتس ممكن حاجات تزيد، ممكن ألاقي فيه articular disc، ممكن ألاقي فيه ligaments زي الأربطة الصليبية، أو ممكن ألاقي فيه من سكاي الغضاريف الهلالية، الكلام ده موجود في الني جوينت، أو ممكن ألاقي فيه تندون موجود، يبقى بعض أنواع الجوينتس في حاجات ممكن تزيد في الساينوفيال جوينتس. أنواع الساينوفيال جوينتس عبارة عن إيه؟ يوني أكزيال حركة حوالين محور واحد، باي أكزيال حركة حوالين محورين، بولي أكزيال حركة حوالين ثلاث محاور، بلين يبقى بيسمح بحركة كويس يعني سلايد موفمنت سلايدنج موفمنت كده. اليوني اكزيال نوعين، هنج بيفوت، هنج حركة حوالين محور افقي، هنج يعني عامل زي المفصلات زي الالبو جوينت.
بيفوت حركة حوالين محور طولي، لو الحركة حوالين محور أفقي أسميها هنج، لو الحركة حوالين محور طولي أسميها بيفوت. هنج زي الإلبو جوينت، بيفوت زي السوبيرور وإنفيرور ريديو أنر جوينت. برضك يعني ويمكن سابق لأوانه الميديان أتلانتو أكزيال جوينت بين الأطلس والأكسس بين الفرتبريا رقم 1 و2 اللي الواحد بيسمع بيعمل حواليها حركة لأ دي، ده برضك نوع من أنواع البيفوت، حركة حوالين محور. الباي اكسل عندي برضك نوعين زي اليوني اكسل، اليبسويد او كوندايلر. كوندايل يعني قبضه او يعني تشبيه، اليبسويد اليبتيكال يعني اليبتيكال يعني عامله حاجه زي ما تكون بيضاويه او يعني تشبيه. اليبسويد او كوندايلر سادل، سادل يعني عامل زي السرج بتاع الحصان، يبقى السادل عامل زي السرج بتاع الحصان. الكوندايلويد او الاليبسويد الاقي سيرفيس كونفكس والتاني كونكيف، اما السادل الاقي كل سيرفيس فيها كونكيف كونفكس، يعني كل سيرفيس فيها كونكيف كونفكس والتاني الاقي برضه كونكيف كونفكس بس بصورة عكسية، يعني لو ده كونكيف ده كونفكس وهكذا، يبقى عامل زي السرج اللي هو بتاع الحصان. يبقى كون دايلويد او اليبسويد وان سيرفيس كونفكس الاذر سيرفيس كونكيف، السادل كل سيرفيس فيها كونفكس كونكيف بيقابلوا المفاصل اللي هو من الناحية العكسية. يبقى عندي يوني اكسيال هنج وبيفوت، هنج حركه حول المحور الافقي، بيفوت حركه حول المحور طولي، باي اكسيال اليبسويد سادل، اليبسويد سيرفيس كونفكس الثاني كونكيف، سادل كل واحد فيهم كونكيف كونفكس. النوع الثالث والاخير بولي اكسيال، بولي اكسيال اللي هو بول اند سوكت، كوره والجراب بتاعها بول كوره والجراب بتاعها سوكت زي الشولدر جوينت والهيب جوينت اند سو اون. لكن لو كان عندي سطحين تو فلات سيرفيس اوبوزيت اتش اذر وبيسمحوا بجلايدنج موفمنت اسميه بلين، يبقى الجوينتس في النهايه كويس ثلاثة اتنات يعني 6 انواع من الساينوفيال جوينت، يوني اكسل هانج وبيفوت، باي اكسل اليبسويد وسادل، باي اكسل بولي اكسل بولان سوكت وبلين، سطحين املاسين موجودين قصاد بعض. بعد كده بندخل على النيرف سبلاي بتاع الجوينت. طبعا الجوينتس ليها نيرفات ليه؟ علشان احمل البين وعلشان اعرف الجوينت فليكسد ولا اكستندد كويس. يا ترى اللي بيسموها في الاناتومي بروبريوسبشن سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت، يا ترى انا بتحرك ولا لا، يا ترى انا قاعد ولا واقف. هيلتونز لو، في واحد اسمه هيلتون قال قاعدة، قال النيرف اللي بيغذي الجوينت بيغذي الماسل اللي بتحرك الجوينت وبيغذي السكن اللي موجود اوفر الجوينت. يبقى هنا هيلتون قال يبقى انا لو انا جيت مثلا على عضلة زي المسيتر مثلا، النيرف اللي بيغذي المسيتر بيدي التمبرومانديبولار جوينت، يبقى كويس، يبقى دي قاعدة ظريفة ان النيرف اللي بيغذي الماسل الجوينت بيدي العضلة اللي بتشغل على المفصل وبيدي السكن اوفر الجوينت. هل يا ترى الجوينت ليه بلاد سبلاي؟ طبعا في بلكسس بتتحمل حوالين الجوينتس، فالبلكسس دي اسمها بيري ارتيكولار كويس ارتيريال بلكسس، وبيطلع منها برانشز بتسبلاي، بتسبلاي ايه؟ سينوفيال ميمبرين. طب الارتيكولار كارتليج نون فاسكولار، الارتيكولار كارتليج فاسكولار. الكبسول والليجامنت دي بور ان بلاد سبلاي، يبقى عندنا هنا يبقى عندنا في الجوينتس في حاجات بور الكبسول والليجامنت. ارتيكولار كارتج الكارتج از ارول افاسكولار، مفيش كارتج بياخد بلاد سبلاي، والسينوفيال ميمبرين فيري ريتش ان بلاد سبلاي. تعالى كده نشوف الانفيريور تو فيبيولار جوينت، ها اكزامبل بتاع ايه؟ تعرفوا سندسموزس. الشولدر جوينت ده نوع ايه؟ وراب الجراب ولا نسوك الجوينت. يبقى الهوم مسج بتاعتي التايبس بتاع السينوفيال جوينت مهم جدا، يوني اكسل حركه حول المحور الافقي هنج، حركه حول المحور الطولي بيفوت، باي اكسل سيرفيس كونفكس تاني كونكيف اليبسويد، كل واحد كونكيف كونفكس سادل، بولي اكسل كره الجراب ولا نسوك
سموها برضك سفيرويدال، بين سطحين أملاسيين قصاد بعض. آخر حاجة موجودة عندنا في المحاضرة كويس بتاعت الماسكولو سكليتال اللي هي الماسلز اللي موجودة عندي. يا ترى إيه أنواع الماسلز؟ الماسلز ليها 3 أنواع in general: سكليتال ماسل وسموث ماسل وكاردياك ماسل. سكليتال ماسلز دي أهم حاجة طبعا إحنا بنحاول نركز عليها في الأعلى. السموث الكارديك ماسل بندرسها مع الهارت، والسموث ماسل بتبقى موجودة في الوول بتاع البلاد فيسلز، الفيسرا، جي اي تي، ريسبيراتوري اند سو اون. تركيبه السكيلتال ماسلز، السكيلتال ماسل موجود ليها طرفين، مرتبطه بطرفين، طرف اسميه اوريجين وطرف اسميه انسيرشن، والجزء اللي موجود ان بتوين التو بارتس ده بيلي. يبقى الاوريجين والانسيرشن، اوريجين وانسيرشن، أكتر جزء ثابت في العضلة أسميه origin، والجزء المتحرك أسميه insertion، وين بتوين العضلة مش ماسكة اللي هو البلي اللي موجود عندي. الناس كتير ابتدوا يتناقشوا في الموضوع ده، حتة حاجة أثبت من حاجة، يعني ده الغالب، لكن الثابت ممكن في يوم من الأيام يبقى متحرك، والمتحرك ممكن يبقى ثابت. ولذلك تلاقي الكتب دلوقتي تكتب كلمة attachment. ايه attachment؟ يعني الـ combination of origin and insertion. الـ combination بتاع origin و insertion اسميها attachment، ويسموا الـ origin و insertion في الكتب دلوقتي proximal attachment، distal attachment and so on. يبقى دي عضلة ودي عضلة، الـ origin و insertion، دي عضلة ودي الـ origin و insertion. طب يا ترى العضلات ماسكين ازاي؟ العضلات ممكن تبقى ماسكين في البون، بوني attachment، وممكن يبقى ماسكين عن طريق رافية، رافية يعني خياطة، تلاقي العضلات داخلة متداخلة مع بعضها تعمل فايبرس رافية، رافية يعني خياطة. العضلات ممكن تبقى ماسكة، ده مصطلح برضك مهم كويس، في البون ازاي او رافية ازاي and so on، عن طريق التندون، عبارة عن كولاجين اسينشن موجود عندي، كولاجين ستيشن موجود عندي كويس، كونكتنج اللي هو ايه البونز مع بعضيها، كونكتنج الماسل تو بون اسميه تندون كويس. العضلات ممكن تبقى ماسكه في السكن، ممكن تكون ماسكه عن طريق انترميديت تندون، ممكن تبقى ماسكه في الكارتليج. يبقى العضلات ممكن تبقى ماسكه في البون، رافي، سكن، انترميديت تندون، وكارتليج. يبقى دي الـ way of attachment of muscle. ممكن نقسم الـ muscles according to the shape. according to the shape بقسم الـ muscles according لعلاقتها to line pole. ايه line pole؟ ده خط الشد. ايه خط الشد؟ ده الخط الوصل بين origin and insertion. ادي origin and insertion، ده line pole. ممكن نلاقي الـ fibers بتاعتي parallel to line pole. ممكن نلاقي الـ fibers parallel to line pole. الاقي لو لقيت شكل العضله عامله زي الحزام اسميها ستراب لايك، لو لقيتها مربعه كوادرانجولار، لو لقيتها مغزليه فيوزيفور، وممكن الاقيها ستراب وستندرس انترسكشن، يبقى دي اكوردنج تو لاين بول، بارل تو لاين بول. ممكن الاقي العضله اوبليك تو لاين بول، مايله على خط الشد، واخده نوع من الاثنين، بنيت يعني عامله زي الريشه، ونون بنيت فور، يبقى دي اهي parallel to line pole اهو، strap، strap و stendinous intersection، quadrangular، fusiform. اللي هي oblique للline pole ممكن تبقى مايلة على ناحية واحدة، عاملة زي نص ريشة، يوني بنيت، عاملة زي ما تكون ريشة كاملة، باي بنيت، أكتر من ريشة، مالتي بنيت، جاية على كل side of tendon، circumbinate، أو مش واخدة البنيت، مش واخدة شكل ريش، triangular، مثلثة، circular، مدورة، سبايرال حلزونية، كروشيت عاملة زي الصليب. آخر حاجة المسلز according to action، بنقسم المسل according to action، برايم موفر بتعمل المطلوب منها، antagonist بتضاد البرايم موفر، يعني البايسبس لو عمل فليكشن الترايسبس تعمل اكستنشن، يبقى البرايم موفر بيسموه agonist، العكسها يسموه antagonist،
فيكسيتور دي عضلات بتثبت الاورجن بتاع البرايم موفر. ساعات البرايم موفر الاورجن بيبقى تعبان كويس مش قوي كويس، فالفيكسيتور تثبتها. سينرجيست دي عضله اليمينيت الانوانتد اكشن بتاع البرايم موفر، يعني البرايم موفر لو بتمر على 3 مفاصل انا عايزها تشتغل على مفصل واحد اللي هو الديستال جوينت، والمفاصل البروكسيمال ما تشتغلش عليها، ففي عضلات تشتغل معاها اسمها سينرجيست ودي اليمينيت الانوانتد اكشن. طب ايه بقى المفصل اليمينيت الانوانتد اكشن؟ خلاص بقى احنا لسه قايلين سينرجيست كويس اللي هي المتكافله. ايه رايك من العضله دي؟ تراينجلر، دي كريس كروس، دي ايه دي؟ سبايرال، ايه دي؟ سيركلر. دي نص ريشه يوني بينيت، ريشه كامله باي بينيت، اكتر من ريشه مالتي بينيت، دي سيركم بينيت. ايه رايك من العضله دي؟ تراينجلر، دي عامله زي الصليب اهي كريس كروس كروشيت. يبقى التايبس اوف اتاتشمنت ده الهوم مسج اللي انا عايزكم تاخدوه، والمسج اكوردنج تو اكشن. اوكي ثانك يو.